السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله يا ربي. كي كتشوفوا إن شاء الله غادي ندير معاكم كيك أو طارت بالكوك، كتجي جد رائعة. كنتمناكم إن شاء الله تجربوها. ما تنسوش إن شاء الله تفعل الجرس وديروا لي لي لايك هكا باش تكبر القناة بكم. كنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالي، كنشكركم بزاف، وأكيد حتى الناس القدام شكرا لكم مره اخرى. كي كتشوفوا غادي نقول لكم مقادير وندوزوا ان شاء الله لطريقه التحضير. عندنا 6 البيضات، 3 الكيسان ديال الكوك، كاس ديال الزيت، خماره واحده، 3 الكيسان ديال السنيده. ان شاء الله غادي نديروا كاس في الاصفر وكاسين في الابيض. بقاو معايا ان شاء الله نعاودوا المقادير وطريقه التحضير. كي كتشوفوا غادي ان شاء الله نبدا معكم ونعاود لكم المقادير. غادي ان شاء الله نفصل الصفر على البيض. عندنا 6 البيضات، غادي نقربها هكا باش تبان لكم. كي كتشوفوا غندير ابيض البيض بوحدو وغادي ندير اصفر البيض بوحدو. هاد الكيكه او الطارت كتجي جد رائعه بزاف، زوينه بزوينه زوينه زوينه بزاف صراحه، غادي تعجبكم. كانت كديرها خالتي الله يرحمها وبقينا كنديروها دائما، كتعجبنا وكتجي زوينه. غادي تشوفوا ان شاء الله في النهايه ديالها كتجي جد رائعه. المهم تبعوا معايا غير الطريقه. كي كتشوفوا فصلت الابيض على الاصفر، غادي ان شاء الله غادي نحطو، غادي نبدا معاكم الاصفر هو الاول. كي كتشوفوا غادي ناخذ كاس ديال السنيده، كاس ما عامرش، كي كتشوفوا هنا درنا 6 الاصفر ديال البيض ودرنا معاه نص كاس ديال العنبة. تقريبا الكاس راه ما كانش عامر، كاس ما عامرش يعني ديال السكر السنيدة، وغادي نضيف عليهم كاس حتى هو ديال الزيت العادية. غادي نخلطوهم مزيان حتى يندمج لينا السكر سنيدة والزيت. غادي نضيف عليهم فانيا، غادي ندفع عليهم الدقيق. غادي نحيد هادي حيت غادي تعمر ليا، ملي غادي ندير الدقيق غتعمر كامله لداخل، غادي نضطر انني ندير ايدي باش نجمع العجين. الدقيق غادي نديرو عينا ميزان حتى تجمع لينا الخليط. غادي نضيف عليهم خماره من وزن 7 غرام. كي كتشوفوا غادي ندافع عليهم خماره كي قلت من وزن 7 غرام، هذه كبيره، غادي النص ديالها. وغادي نجمعوا العجينه بايدينا على هذا الشكل هذا، نبقاو نجمعوا فيها. المهم كي قلت لكم الدقيق ما معبوش يعني، تبقاو تزيدوا فيه حتى تجمع لكم العجينه، وغادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش خاص يكون. غنجمعوها غير بالاصابع ديالنا هكا. كي كتشوفوا بدات كتجمع ليا العجينه، غير نشوفوها بدات كتجمع صافي، وما نبقاوش نزيدو الدقيق، تولي على هذا الشكل هذا. مازال غادي نجمعها، كيولي الشكل ديالها بحال هكا، كتولي العجينه ديالنا رطبه وزوينه بزاف. كي كتشوفوا كنحاول نوضح لكم باش ما تكثروش ليها
الدقيق كتبقى على هذا الشكل هذا. كي كتشوفوا من بعد ما ساليتها غادي نحطها وغادي ناخذ ان شاء الله اللي غادي نطربوا في الطبق، غادي ناخذوا الابيض ديال البيض اللي فصلناه قبيله، يعني 6 الابيض ديال البيض، وغادي ندفع عليهم كأس ونصف من السنيدة. غادي نبقى نزيد فيه بشويه بشويه ونطرب حتى يطلع ليا ابيض البيض. هي كيداروا فيها جوج كيسان كما قلت لكم في الاول، انا حاولت انني نقص من السكر، درت غير كاس ونص، المهم على حساب يعني باش ما تجيش حلوه بزاف. هي خاصه تجي حلوه حيت يعني سميتها حلوه، وعلى الناس اللي كيبغاو يتجنبوا السكر يحاولوا يديروا غير كاس ونص في الابيض. المهم كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم ديروا غير كاس ونص كما درت انا. غادي نطربوا بشويه بشويه ان شاء الله حتى يطلع، حتى نكمل هذا الكاس ونصف اللي درت ديال السكر سنيده. بقاو معايا ان شاء الله. كي كتشوفوا كنحصلوا على ابيض ديال البيض على هذا الشكل هذا، ماشي حتى يولي لنا موريد، غير بحال هكا يعني الشيء كيبقى سائل. غادي نوري لكم نوضح لكم اكثر، كيولي على هذا الشكل هذا، شفتوا ماشي كيبقى ما يجيش بحال موريك، يعني موريك كنبقى خاصو يبقى واحد المنقار كي كنقولوا ديال هذا الابيض البيض هذا، لا ملي كنهزو كيهبط لينا. المهم راه مضرب وتيهبط لينا على هذا الشكل هذا. كي كتشوفوا غادي نضيف عليهم 3 الكيسان ديال الكوك. غادي نضيف الكاس الاولاني، كي كتشوفوا، وغادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف ان شاء الله الكاس الثالث، تقريبا شي 200 غرام ديال الكوك، ويكون الكوك نوعيه جيده باش نحصلوا على الكيك ديالنا تكون زوينه. غادي نطحنهم تقريبا واحد دقيقه ما نفوتهاش، غير يندمج ليا الخليط مع الابيض ديال البيض، وغادي ندفع عليهم ان شاء الله نرجع. غادي نبقى معكم واخا صداع الماكينه، غادي نبقى معكم ان شاء الله باش ما تخلطوش بزاف، غير ندمج الخليط ونطفوا عليه. كتشوفوا غير ندمج ليا الخليط داك الكوك مع الابيض ديال البيض، وكيكون ان شاء الله موجود. غادي ندوزو ان شاء الله باش دابا سالينا، غادي ندوزو ان شاء الله باش ندير العجينه في المول اللي ان شاء الله غادي نقدمو فيه، اللي غادي نطيبو فيه ان شاء الله. كي كتشوفوا غادي ناخذ المول اللي غادي نخدم فيه، يكون اللي كيتحل ولا ما كانش كيتحل نديروه عادي، ندهنوه مزيان بالزبده، هذا غير كيسهل علينا باش ملي نحلوها تجينا مزيانه. غادي ندهن المول كامل بالزبده، غادي ناخذ العجينه الاولى اللي كنت حضرتها معاكم، كي كتشوفوا غادي نهزها مجموعه واخا كتلصق، ولكن راه كتجي مزيانه انت كي كتشوفوا، كي واخا لصقت تما كتجي مزيانه وكتخدم ساهله. غادي نسرحها ان شاء الله كامله في المول على هذا الشكل هذا، غادي نطلع ان شاء الله حيت باش ملي نكب فيها الكوك اللي حضرت من قبل والبيض، هاد الكيكه راه كتجي جد جد رائعه كما قلت لكم، ديال الباتيسريات الكبار كتجي جد رائعه، وكتجي واحد البنه زوينه بزاف ومبدله على الكيكات الاخرين العاديين. كي كتشوفوا كنبسطوها في المول وكنبداو نطلعوا في الجوانب على هذا الشكل هذا، نخدموها نطلعوها بحال هكا،
كنبقاو نقادوها حتى تقاد لينا، كيشوفوا راه ساهله في الخدمه ديالها. كي كتشوفوا من بعد ما طلعتها كامله تجي على هذا الشكل، نبقاو نقادوها البلاصه اللي بانت لينا ما نقاداش نقادوها، المهم كنطلعوها على هذا السمك هذا بحال هكا. كي كتشوفوا من بعد ما سرحتها كامله كنطلع ليها الجوانب على هذا الشكل هذا، كنطلعو مزيان وغادي ندهنها بواحد المعلقه كبيره ديال المربى او الكوفيتير، يكون ديال المشمش ولا ديال الليمون، هذا عندي ديال الليمون كي كتشوفوا ديال الليمون في باقي بالجلفات ديالو، حتى هو كيجي جد رائع. وغادي نسرحها الا ما كانش متوفر نديروا اي كوفيتير عندنا، اي حاجه متوفره ونخدموا بها. كي كتشوفوا الابيض ديال البيض اللي حضرناه مع الكوك غادي نديرو فوق منها، ان شاء الله غادي نسخن الفران درجه 180، غادي تطلب ليا ان شاء الله نص ساعه من يطيب ان شاء الله، ونوريها لكم. قلت لكم راه كتجي جد رائعه. غادي نبسطها بحال هكا، كتجي زوينه مع كيجي الاصفر مع الابيض، كتجي زوينه بزاف كي كتشوفوا، وكتجي بنينه. كي كتشوفوا غادي ندخلها ان شاء الله الفران ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. كي كتشوفوا خرجتها من الفران وغادي نتسناها حتى تبرد تماما، ضروري باش هكا نديمو ليها من المول ديالنا ونقدمها ونرجع معكم ان شاء الله. كي كتشوفوا راه بردات تماما، خليتها شي 10 دقائق، غادي ان شاء الله نحيد الجوانب ديالها على هذا الشكل، البلاصه اللي غادي نلقاها لاصقه نحيدها بالموساق نعاونها، ولا ما كانتش لاصقه غادي تكون افضل. كي كتشوفوا كنحيدوه بسهوله، كيجي الشكل ديالها زوين بزاف، كتجي طيبه وكتجي جد رائعه. كي كتشوفوا الكيكه ديالنا موجوده كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي جد رائعه في المنظر ديالها وحتى في البنه ديالها كتجي زوينه بزاف. كنتمنىكم ان شاء الله انكم تجربوها وانها تعجبكم وتعجب وليداتكم وحتى الضيوف ديالكم. غادي نقسمها معكم ان شاء الله باش تشوفوها كي كيجي الشكل ديالها. كتجي رطبه وزوينه، انا كي قلت لكم خليتها غير 10 دقائق ما خليتهاش بردت، يمكن لكم نتوما ملي تخليوها تبرد حتى لساعه تشد راسها مزيان وتقسموها وتحيدوها حتى من المول. كي كتشوفوا كتجي جد رائعه، كتجي زوينه بزاف، كتجي معلكه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، كنتمنى من الفيديو تاع اليوم يعجبكم. ما تنساوش ان شاء الله تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وكنشكركم بزاف وخليتكم بخير وعلى خير ان شاء الله الى فيديو جديد.